وردات حشياها لانشون، شكلها مختلف. ممكن تقدميها بالشكل ده او تخبزيها بالشكل ده وتقدميها ورده كبيره مره واحده، او ممكن تعمليها في القوالب اللي هي بتاعه الكب كيك. بسم الله، بصوا كده هبدا ان انا احط على الوش ورق زبده. ليه هتحطي على الوش ورق زبده يا نونا وانت مش متعوده ان انت تعملي كده؟ علشان انا لو دخلتها الفرن دلوقتي الوش بتاعها ما بيدهنش حاجه، بس لو دخلتها الفرن دلوقتي اللانشون ده هيتلسع وياخد لون معايا ويبقى شكله مش حلو على ما هي ما تستوي. فعلشان كده هروح عامله ورقه الزبده بالشكل ده كده. ايه ده؟ ماشي، طلعت اتنين. هعمل كده واروح قافله بورقه فويل عليها، واحط في الفرن على درجه حراره 180 لمده هنقول من 10 دقائق ل 13 دقيقه، وارجع بعد كده اشيل الورق الفويل واشيل ورقه الزبده واسيبها تاخد وش من فوق. لكن لو حطيت من الاول من غير ورق الزبده ورق الفويل اللانشون هيتلسوى معانا الحروف بتاعته وياخد لون انا مش حباه. هنقفل كده ونظبط ساعتنا يا شباب على من 10 ل 12 دقيقه او 13 دقيقه. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ الوردات الجميله اللي دخلناها الفرن دي عملناها ازاي؟ يلا بينا ننزل مقادير العجينه يا حمدي. وادي العجينه المتخمره، وفطيرتنا بتقول ايه او وردات اللانشون معانا بتقول ايه؟ عندي العجان اهو معايا. ايه يا حمدي؟ معايا كوبايتين دقيق، معلقتين كبار لبن بودر، معلقه كبيره من السكر، معلقه صغيره خميره فوريه، نص معلقه صغيره من الملح، ربع كوبايه زيت، وميه دافيه للعجن. معنى ان الميه دافيه للعجن يبقى انا هحط كل المكونات دي على بعضها وانزل بالميه الدافيه شويه شويه علشان العجينه تلم وما بتبقاش ملزقه. اهم حاجه تخدموها في العجن نفسه، اتخدمت في العجن نفسه هتدينا نتيجه مضمون. نرجع بعد كده نجيب البوله ندهنها شويه زيت، نحط فيها العجينه اللي احنا عجناها كويس قوي، نسيبها تخمر نص ساعه او ساعه على حسب الجو اللي احنا حطيناها فيه، ونرجع بعد كده نشتغل بيها. ادي الملح وادي الميه الدافيه، اعمل كده. بسم الله، تهيألي كوبايتين دي مش حاجه، والحاجه كلها ومكوناتها كلها ان شاء الله موجوده عندكم في البيت. بسم الله، ادام قلت ميه دافيه للعجن ما كترش، لا يا دوب شويه صغيرين شويه صغيرين لحد العجينه ما تلم معايا. ومجرد ما الاقي العجينه لمت معايا وان هي خلاص مش محتاجه ميه ومش محتاجه حاجه خالص، اسيبها بقى ايه تتعجن شويه تتخدم علشان تديني عرق كويس ونتيجه مضمونه للعجينه. كده بالنسبه لي تمام، مش عايزه اي سوائل تانية، كل اللي عايزاه ان هي تتعجن. بسم الله، هوريكم مفيش حاجه لازقه ولا مسيله في السلاح اهي، مفيش دقيق حوالين العجينه اهي، شايفين؟ لا تعالي استنى، مفيش اي حاجه في العجين ولا حاجه ملزقه ولا اي حاجه خالص زي ما انتم شايفين كده. العجينة ملمومة وناعمة وطرية، لكن محتاجة ايه؟ بصوا مقطعة، ده اللي انا بتكلم فيه اهي. بصوا هي ملبة ناية في ايدي اهي، لو عجنتها شوية في ايديا هتبقى تمام، لكن اما اجي افتح من جوه بصوا بتقطع مش مدية عرق. معنى كده ان هي ولا عايزة اي سوائل تانية ولا عايزة اي حاجة غير ان هي تتخدم في العجن وبس. طيب نعمل كده، بسم الله، نشغل على الهادي ونسيبها شوية مع بعضها. نيجي بقى دلوقتي لفردة العجينة، ننشف مكان كده اي مية موجودة علشان لما نحط حبة الدقيق اللي هنفرد عليهم ما تلزقش معانا. بقسم العجينة وابدأ ان انا اعمل كده. بصوا بعمل ايه، لما تلاقوا العجينه مش راضيه ان هي
نلف معاكم كده، ننفض الدقيق منها علشان نعرف نشتغل. هتلاقوها مشيت تمام وزي الفل على الرخام. بصوا بقى، يا هنعمل رول طويل ونبدا ان احنا نقسمه على شكل الوردات، يا اما هنعمل رولات قصيره. انا اللي معايا ده ممكن يعمل لي وردتين تلت. بصوا عملت كده وهبدا ان انا اعمل كده. وعندي النشابه، بصوا شايفين انا بعمل ايه؟ ما بفردش، لا انا عايزه يا دوب هو السمك بتاع النشابه بتاعتي دي اهو. بصوا بالشكل ده كده، تمام؟ تمام. هبدا اعمل ايه؟ اروح جايبه قطع اللانشون دي. استنى، انا عايزه ان هي تبقى كلها سوا واحد. شايفين انا بعمل ايه؟ قطع اللانشون تكون سوا واحد وحجم واحد علشان وانت بتلفيها تطلع معاكي كويس. بالشكل ده كده، بالمنظر ده، تمام. تمام. ابدا ان انا بقى مش عايزاها ان هي تبقى على الوش بس، لا انا عايزه من جوه كمان يكون اللانشون ماشي معايا علشان يبقى مديني ان انا ما باكلش عجين فاضي. بالشكل ده كده كده، وارجع اخد الجزء ده على الجزء ده. بالمنظر ده وارجع اعمل كده. بصوا عملناها كبيرة، عايزة زي ما قلت لك عايزة تعملي رول كبير وتبدأي ان انت تقسميه على قد اللفة اللي انت عايزاها، ماشي. عايزة تعملي كل رول وتاخديه بالشكل ده كده، ما عنديش اي مشكلة. بسم الله. ما بتدهنش ولا اي حاجه. عايزه تعمليها في صينيه مدوره زي اللي حطيناها في الفرن، ماشي. عايزه تعمليها في قالب الكب كيك كده عشان يبقى اسهل لك، ما عنديش اي مشكله. بسم الله. بصوا كده، بصوا بنرص كده جنب بعضه. بالشكل ده كده، عايزين تعملوا الرول رفيع كده ماشي، عايزين تعملوه اتخن ماشي، عايزين تعملوها كذا تشكيله زي ما انتوا عايزين او كذا لفه زي ما انتوا عايزين. بصوا كده، نعمل رول رفيع وادي النشابه بتاعتنا، واعمل كده. شايفين الرول رفيع ازاي؟ ارجع بعد كده اجي اهو. بتخلصي بقى الكميه كلها سواء بتاعه اللانشون او بتاعه العجين. مونتي بيسالني ليه الفورمه ما اتدهنتش زيت؟ عشان الخامه بتاعه الماتيريال بتاعه القالب نفسه مفيش داعي ان هي تدهن، لا علشان الماتيريال نفسه بتاع القالب مفيش داعي ان هو يدهن. الماتيريال بتاعه مجرد ما تستوي خلاص الموضوع انتهى. لكن لو انت شاكه في الماتيريال او ان هو الومنيوم او تيفال وشاكه فيه ان هو ممكن يلزق، فممكن ان احنا ندهنها دهنه زيت بسيط، لكن دوت لا هيطلع معانا على طول اهو. بنعمل كده. مش عندك القوالب بتاعه الكب كيك، اعمليها في صينيه عاديه. وبنبدا ان احنا نبرم كده اهي بالشكل ده
كده ونبدأ نعمل كده. عندك بقى عيد ميلاد، عندك عشاء، عايزة تشغلي ولادك وهم بيشتغلوا فيه، هتطلع معاكي زي الفل. تعال نبص على العجينة اللي في العجان يا حمدي. بسم الله ما شاء الله. تسلمني يا حمدي. ادي العجينة اهو، هقول لكم دلوقتي حمدي كان بيقول لي ايه. حمدي المخرج الصاحي بيقول لي فات على اللي في الفرن 12 دقيقة، وانا كنت قايله لهم من 10 ل 13 دقيقة. فتسلمي يا حمدي بجد. نرفع بعد كده الفويل. بسم الله ما شاء الله. بص يا حمدي، نسيبها بقى تكمل تسويتها وتاخد اللون الحلو اللي احنا عايزينه. نفتح الوردات. بسم الله بسم الله ما شاء الله. شايفين منظرها عامل ازاي؟ ودي بقى يتغني لها ايه يا حمدي؟ بص على الحلاوة، حلاوة. بص دي الله أكبر علينا. كل أكلة النهاردة لينا معانا ليها أغنية شكل.